أقر مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً، ووفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35000 مليار و500 مليون ليرة سورية، موزعة على 26000 مليار و500 مليون ليرة سورية للإنفاق الجاري، و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة. ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان. كذلك وافق المجلس على تعاقد شركة محروقات لتنفيذ مشروع أتمتة المستودعات البترولية الموضوعة في الخدمة لنقل المعلومات ومراقبة حركة المشتقات النفطية ضمن المستودع البترولي وربطها مستقبلاً مع مركز مراقبة وتحكم مركزي. بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع وزراء البترول والطاقة والثروة المعدنية في مصر والأردن ولبنان إمكانية تفعيل خط الغاز العربي بما يحقق مصالح هذه الدول، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الطاقة في الدوحة. كذلك التقى الوزير قدور وزير النفط العراقي ووزير الطاقة والمناجم الجزائري كل على حدة لبحث فرص التعاون بين سوريا والعراق وسوريا والجزائر في المجال النفطي. قدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الخسائر المباشرة التي مني بها قطاع غزة حتى الآن بأكثر من 12 مليار دولار، وذلك دون الأخذ بالاعتبار الخسائر غير المباشرة لصعوبة حصرها مع استمرار العدوان الصهيوني. هذا فيما وصلت توقعات الخسائر الاقتصادية حتى الآن إلى نحو 20 مليار دولار. ذكرت صحيفة كالكاليست الصهيونية أن نفقات الدفاع لدى كيان الاحتلال سوف ترتفع وسيكون تمويلها معقداً ومؤلماً، ومن المتوقع أن يؤدي العدوان على غزة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل منتظم بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيتطلب إيجاد مصادر في الميزانية.